في عندنا تقرير لطيف ومهم على فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية واللي بدأ يوم 23 فبراير. المعرض بإذن الله مكمل معانا لحد يوم 11 مارس اللي جاي. أكتر من 400 عارض موجودين في هذا المعرض المهم جدا اللي بيحافظ على حرفنا وعلى تراثنا وعلى جزء كبير جدا من ثقافتنا في العمل اليدوي. 20 محافظة موجودين في هذا المعرض. شوفوا التقرير وأنا يعني أنصحكم روحوا المعرض، وبعدين احنا هنروح فاصل ونرجع نكمل الكلام. كتير قوي، احنا عندنا 20 ورشة على مدار المعرض. الهدف من الورشة ان احنا نعرف الناس حرفة جديدة تحت شعار اتعلم حرفة جديدة. بيتعلموا حرفة من خلالها يفتحوا الباب ان هم يقدروا يشتغلوا في مشروع خاص بيهم. بنعرض منتجات يدوية من النحاس والخشب، كلها محفورة بالخط العربي والشعر العربي. احنا كان اهم حاجة عندنا اننا نرجع الشعر العربي، بس لما حبينا نرجعه على حاجة تعيش، رجعناه على نحاس نيكل بليتد او جولد بليتد عشان يعيش اكتر وما يطوزش ولونه ما يغيرش ابدا. كل الحاجات اللي عندنا براتيك قوي، كلها تستخدم وتبقى مش بس ديكور وشكلها حلو، لا هي كمان براتيك جدا وعمليه قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت تعيش معانا العمر كله ما يحصلهاش اي حاجه. احنا الحقيقه بنحب نشارك دايما في المعارض علشان خاطر احنا كجمعيه بنقدم ورش لسيدات المعيله عندنا في سينا، سواء في الوسط او في الشيخ او في رفح او الكرة اللي في بير العبد جميعا. فاحنا بنساهم في الورش دي ان السيدات دي بتتعلم حرفه، وبعد كده احنا بنطلع في المعرض دي عشان اسوق للسيدات دي المنتجات بتاعتها. فاحنا بنبقى حريصين جدا ان احنا نشارك في المعارض عشان نقدر نساهم في تسويق للسيدات دي وندخل ليهم دخل يعلي بيه اسرهم. منتجات الشغل كله اضاءه منزلي خارجي وداخلي. احنا دايما بنشترك في معرض ديارنا، بنستنى المعرض ديارنا من سنه للسنه، بننزل منتجاتنا من خلال معرض ديارنا، تسويق مع منتجاتنا في معرض ديارنا على طول، والحمد لله في اجبار عن شغلنا، بحيث سعره يعني مدول الايد مش غالي، والحمد لله في اجبار عن شغلنا، والحمد لله رب العالمين ربنا دايما بيكرمنا في معرض ديارنا على طول.